صليت بجماعة حيث صليت 5 ركعات العصر ناس جاهلا، ما الحكم؟ شلون العصر ويقول صليته؟ نعم، صلى العصر 5 ركعات ناسية، ناسيا يجيب سجود السهو، إذا قام إلى 5 فإن ذكر وهو فيها يجلس في الحال ويسجد للسهو عند السلام، وإن لم يذكر إلا بعد أن أكملها فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو ويكفي هذا إن شاء الله. نعم.